ركبنا الكسوة ركبنا السفارة بالسفينج وبعدين الكسوة صفا صفا هات لي معاك شاي شاي على حساب مين يا اسطى؟ على حساب مصطفى؟ ايوه من بره عشان بيتعلم يعني نجرحه؟ لا يا اسطى ايوه ناس علمتنا لله ابويا وامي واخواتي و... لا مصطفى ابن حلال عم بيتكسى على طول يعني مش جديد كسى امال ايه عم انتوا شايفينه اهو انتوا عايزين نخلص بقى لا انا مالي بقى هو عم وريه الورقه ما يخصنيش بقى ده فلوس بينك وبينه فاهم هو بيجي يقول لي الشغلانه دي انا طالع على مستوى مني 100 ادي قدام فوق ليش دعوه بقى هو سمع الكلام يبقى هو اللي يعتمد ومالي شايفين قدامكم الجدال النهائي زي ما انتوا شفتوا كده ايه خلص الكسوة هنوريها لكم بدل عن بدل
اوريكم كمان ايه بعد ما يخلص هيبقى شكله عامل ازاي. بص انتوا شايفين اهو قدامكم روكم كمان ما يخلص ماشي. استنونا بقى ودعمونا باللايك والشير.